واش الخوت جينا عاوتاني فيديو جديد هانتوما كتشوفوا عاوتاني ندخلوا اليوم هذا الدروم فيه 1000 جوهره الدراري شوب واحد الدري عادي الرزق اللي قلت لكم في الفيديو ديال المقلب دوزو عنده وعنده شي عروض لحد الان عنده عروض زوينه شوفوا الدراري عاوتاني كيراروم غدا ان شاء الله مع الوحده حاولوا تدخلوا مع 12 باسيو ميساج اللي عندكم انستغرام ولا شي حاجه دوزو عدي كونوا على القرص الدراري اللي قبل ما ننسى اللي بغى يدخل الكلان ولا شي حاجه انا نوريكم الموضوع اللي بغى يدخل الكلان هانتوما غتشوفوا الشرح وبالنسبه صافي باش ما نطولوش عليكم هادشي كونوا على القرص واللي عنده انستغرام يدوز عادي باش يعرفوا الشرح ديال الروم اللي غندير ان شاء الله غدا المهم كونوا مع الموعد يعني 12 كونوا اونلاين الدراري كلشي انا كنتمنى ما كرش كلشي ينجح ولكن غنشوفوا كيفاش نديروا لهاد الدراري يلا ما بغاش نطول لكم المقدمه وكنتمنى تكملوا الفيديو باش نكمل الساعات صافي الدراري كنتمنى تكملوا الفيديو باش يكمل ودعموني والله الا كنت عم معكم فوق السلك الان الا داك الدري عادي الرزق والله الا الرجوله يلا الدراري كما نطول لكم الفيديو يلا خليكم على الفيديو تفرجوا مزيان يلا كيما الدراري انا درت الروم فيها 1000 جوهره الدراري يلا درت 1000 جوهره الدراري في هذا الروم هذا يلا الدراري حالك دعموني باش نقول لكم الديامات وهادشي كله على حساب الدري عادي الرزق والله الا بحال خويا الدراري قسم بالله هو اللي غيشوف فيه الدراري هانتوما شوفو اللي بغا يدخل الكلان مرحبا بيه الدري هذا ناضي الدراري وحق قربت ناضي شو كيفاش كيدير لها شو 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 ناضي ناضي للروم هادي وتشوف لازم قداش وباقي الربعة ومازال كانو تسعود انا مبغيتش نطول لكم فيديو شو 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 نقص الصوت شوية ناضي ناضي الدري ناضي شو كيفاش كيقصر شو بقاو جوج ضده كفو عليه ناضي كون ديالو ناضي بالنسبة بغا يشوف حاجة الروم واش الدري الجواهر ديال البصح ولكن خاص الدعم ضروري الدعم الشجرة الأخرى عندو قديمة سير شوف شو غيدير معاه سير الشجرة كلشي ضاعت ناري لازم زيد يلا سير ابيك اروز او يضرب عليه هذا هو كريستيانو وا نبدا معلم ناضي ناضي كينزي ناضي كينزي ناضي او الدراري كينزي راه ربح راه غيدوز عند عادل عادل سي عادي الرزق ولا غيشوبي ليه خويا انا ما انا اللي قلت لك فين قلت لينا دوز عندنا الشان انا ردس وتعاونيت عندك خويا عارف اللي كاين المهم كاين ناضي حتى راه قصرت والله الا اول مره ربحت هذا هادي مازال رومات شحال من حاجه باقي كدعو تاني روم فراق مع الوحده يلا يلا السيمانه اللي فاتت شوبيت عند عادل العضويه الكبيره والصغيره وقال لك دوز عندو بريف وقال لك غتعطي الكونت وغيشوبي لك وصافي شوف لك 1000 ديامون انا خويا هو دوا معايا بلا شي واخا دوا معايا المهم الدراري كيما شتو دعموا الدراري باش نبدا ندير لكم رومات والدري عادي دوزو عاد راه كيشوب وريني شكون في الفيديو الاول ديال المقلب اللي شافو راه غيشوف غيشوفنا من الشوب تعاملوا مع الدراري والله الا شخص طيب الحمد لله والله شكرا اش هو اللي قال لي انت غدير روم وانا غندير روم غدير روم من عندك ونشوبي نشوبي لهم من عندي لي صافي الله يسعدك عادي لا غيدوز عندك اخويا واش هاو خرج عندو المهم كيما شفتو الفيديو داكشي اللي غتشوفو ولو تكملوا الفيديو الدراري وخليو في الكومونتيرات زوينين واللي بغى بحال الرومات يقولها في كومونتير الدراري كونوا كاينين غدا ان شاء الله مع الوحده الدراري عاوتاني رو يلا نخليكم دابا نمشي شوبي لي ونشوفو الى سكرين وداكشي اللي دار الفيديو غيلوحو ليا انضم الى القتال كن الاسطوره انضم إلى القتال